الماضية بني على تلك الحدود. في 30 من مارس ستكون الحدود الأيرلندية الشمالية مع الأيرلندية لأول مرة حدودا مختلفة. التحدي يجب مواجهته ليس بالنظر والكلام وإنما بحلول عملية. الأعمال ستنشط من خلال هذه الحدود والناس سينتقلون بشكل يومي ويعبرون هذه الحدود. أنا تحدثت لعدد من هؤلاء الأشخاص لا يريدون تغيير حياتهم اليومية بسبب الاتفاق الذي نتخذه. لا يريدون العودة إلى حدود فيها رقابة مشددة. ولذلك يجب أن نصغي إلى هؤلاء الأشخاص لأن وحدتنا ستتمتن فقط إذا حافظنا على هذا الحوار. ولذلك سنحرص على أنه لا يجب أن نضع أن نكون مستدرجين لأي شيء قد لا يحافظ على وحدتنا. لا نريد أن تنقسم دولتنا أو أن يتم التفريط في أي شبر من دولتنا. ولذلك فإن كلا الطرفين ملتزمون قانونيا باستخدام كل ما لديهم من أجل الحفاظ على علاقاتهم كما هي، وعلى أمل ألا يتم اللجوء إلى السيناريو الأسوأ فيما يخص الحدود الأيرلندية الشمالية. وإذا جاء الوقت لاستخدام الحدود الشمالية فإن هناك حلول بديلة ستستخدم بما فيها التكنولوجيا. والمعاهدة الآن واضحة بأن الحدود الشمالية ستكون مؤقتة، لكنني واضحة بأنني ومن خلال ما سمعته من عدد من نقاشاتي بأن هذه العناصر لا تقدم الضمانات الكافية لعدد من الزملاء. أنا تحدثت مع عدد من الأعضاء في المفوضية الأوروبية وسألتقي بباقي القادة في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وسأناقش معهم المخاوف التي لدى هذا المجلس مجلس العموم. نحن سننظر عن كثب إلى عناصر أخرى لتمكين مجلس العموم حتى يكون هناك شرعية وديمقراطية للقرارات التي سيتخذها، وحتى يتم اتخاذ الحكومة لالتزاماتها ومسؤوليتها الحكومية حتى يتم تطبيق الحدود المرنة كما ينبغي. بطبيعة الحال قضينا عامين في الإصغاء إلى الطموحات وكذلك مخاوف الشعب البريطاني، وكذلك في النظر إلى ما قد يقبله الطرف الآخر. وبطبيعة الحال نحن رجاء يجب الإصغاء بعناية إلى كلمة رئيسة الوزراء باحترام، وكذلك حتى يتابع الجميع هذه الكلمة. وأؤكد أنه وكما العادة سأنادي كل شخص يريد أن يسأل رئيسة الوزراء، لكن في الوقت نفسه أعطوها الكلمة وأصغوا إليها. إذن ما نقوم به يفي بنتائج الاستفتاء ويبقي وحدتنا الترابية، وكذلك يوجز الأشياء التي تعتبر ممكنة في اتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي. وإذا تمكنا من الحصول على ضمانات إضافية فيما يخص الحدود الأيرلندية الشمالية بطبيعة الحال سنفعل ذلك. رئيس البرلمان، دعني أقول بأن هناك قضية أساسية. هل هذا المجلس يريد أن يطبق الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
رسالة واضحة من أعضاء المجلس. إذا كان يريد ذلك، هل يريد أن يفعله من خلال اتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟ إذا كان الجواب نعم، وأعتقد أن هذا هو الجواب من الغالبية، إذن السؤال هو هل نحن مستعدون لتقديم توافقات وتنازلات؟ لأنه لن يكون هناك خروج دون توافقات وتنازلات من كلا الطرفين. الكثير من مظاهر السجال والنقاش بما فيها الحدود الأيرلندية الشمالية جرى نقاشها مع الاتحاد الأوروبي. كانت هناك خلافات واختلافات، وكان هناك بحث للبدائل التي يمكن تطبيقها، ومن خلال ذلك تم نقاش التداعيات التي يمكن تجنبها. لذلك إذا كان يعتقد البعض أنهم يريدون إعادة الاستفتاء، كونوا صادقين وأعرفوا أن هذا سيقسم دولتنا مرة أخرى. كونوا صادقين واعلموا بأن أي إعادة للاستفتاء ستبث وتزرع الشقاق والانقسام في دولتنا. إذا أردنا أن نخرج من الاتحاد الجمركي، فهذا يعني أنه سيكون هناك انعكاس لذلك على الإسهام المالي، وكذلك الحركة للبضائع والسلع، وكذلك حركة المسافرين. ولا شيء من هذا صوت عليه الناخبون البريطانيون. إذا خرجنا دون اتفاق، فإنه على المدى القريب سيكون هناك أضرار على بلدنا، وسيكون هناك ضعف وعدم تحمل للأعباء المالية من قبل بريطانيا. ولذلك أطالب الغالبية في هذا المجلس بأنه ما دمنا نفشل في التوصل إلى الاتفاق، فإن حظوظ الخروج دون اتفاق تتزايد. لذلك الحكومة تحضر لهذه الإمكانية للتعامل معها، وسنجري نقاشات أخرى في هذا الأسبوع. الغالبية العظمى توافق على نتائج الاستفتاء وتريد الخروج. لدينا مسؤولية في هذا الصدد. إذا أردنا ذلك يجب أن نمضي إلى آخر رمق، وأنا أعرف أن هناك أعضاء يقدرون جسامة هذه المسؤولية، وأنا ممتنة لكل الأعضاء في البرلمان الذين أيدوا هذا الاتفاق ودفعوا عنه علنا. الكثيرون آخرون أعرفهم كانوا لديهم الكثير من المخاوف، وخصوصا فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية الشمالية، وهم متخوفون من التبعات. أنا أصغيت إلى كل المخاوف التي لديهم، وسأفعل قصارى جهدي من أجل تأمين ضمانات أكثر. إذا سمحتم لي بالختام بكلمة شخصية، صباح نتيجة الاستفتاء قبل عامين، أنا عرفت أننا نشهد لحظة حاسمة في ديمقراطيتنا، وبطبيعة الحال كثير من الأشياء لم تغطى بما يكفي إعلاميا. كان هناك إلحاح على إجراء تغيير. أنا في ذلك الوقت كان لدي رأي شخصي، لكن مع ذلك أنا أكدت على ضرورة أن نواصل بناء اقتصادنا وبناء خدماتنا العامة، وكذلك مواصلة تقليل عدم المساواة. رئيسة الوزراء يجب أن يسمع إليها بعناية رجاء. التعاطي مع مظاهر المساواة، وكذلك أن لا نترك أي شخص متخلف عن ركب الشعب البريطاني. وفي ذلك الوقت كان هناك البعض الذين حادوا عن هذا النقاش، ومنذ أن أخذت هذه المسؤولية على عاتقي لأكون رئيسة وزراء هذه الدولة، أعرف أن مسؤوليتي هي الوفاء برغبة الشعب البريطاني في ذلك الاستفتاء، وأن نبقي العائلات تعتاش بأمان في معيشها اليومي، وأن يكون هناك شراكات مستدامة تبقينا كلنا آمنين. وهذا الاتفاق يحقق ذلك، يحمي الوظائف والأمن في دولتي.
بلدنا، وهو الاتفاق الصائب لدولتنا، وأنا مصممة على فعل قصارى جهدي حتى أحقق ضمانات أكثر من أجل أن نطبق هذا الاتفاق ونجعل هذا الاتفاق يقدم أشياء ملموسة للشعب البريطاني. شكرا رئيس المجلس، أشكر رئيسة الوزراء على تصريحها. نحن جديون عندما نقول إننا في وضع غير مسبوق، الحكومة فقدت السيطرة وهي تعيش الآن في فوضى. يبدو منذ أسابيع أن رئيسة الوزراء ليس لديها ثقة من هذا المجلس، ومع ذلك فهي تكرر اجترار بأن هذا هو الاتفاق الوحيد المتاح. هل يمكن أن تكون واضحة مع المجلس وتقول هل